الوضوء، التقديم والمعاناة والمباشرة لم نذكره البارحة. فيشترط في الوضوء أن تكون شنو هناك معاناة بين غسل كل عضو قبل جفاف العضو السابق. يعني مثلا لو غسل اليد اليمنى بعد جفاف الوجه بسبب طول المدة في غسل الوجه فهنا يحكم ببطلان الوضوء. وكذلك لو غسل اليد اليسرى بعد جفاف اليد اليمنى يحكم ببطلان الوضوء. فلا بد من معاناة بين الأعضاء، فلا بد أن يغسل العضو التالي قبل جفاف السابق. والترتيب، الترتيب لا بد أن يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ويمسح الرأس والقدمين. أما لو لا بأنه غسل الوجه وبعد ذلك غسل اليد اليسرى وبعد اليسرى اليمنى فهنا شنو يكون الوضوء باطل، لأنه شنو يشترط الوضوء أن يكون عن ترتيب. والمباشرة أن يباشر المكلف الوضوء بنفسه. أما مثلا يستأجر لي مثلا هندي زين يقول لي قوم وظيفة الوضوء اغسل وجهي ويدي، وبأنه مثلا يرفع ايده ويمسح راسه ويمسح قدميه. هنا إذا كان متمكن غير عاجز من المباشرة فيجب عليه وإلا يحكم ببطلان وضوءه. أما إذا كان عاجز المريض ولا يوجد شخص يقوم بوضوءه فهنا إذا كان متمكنا بإجارة شخص يقوم بالوضوء يجب عليه أن يستأجر له شخص لكي شنو يقوم بوظيفة الوضوء يساعده على الوضوء. أما الشك لو شخص توضأ وبعد فترة وقت الصلاة جاء يصلي شك بأنه توضأ أحدث لو لا يعلم بأنه توضأ، ولكن وقت الصلاة لما جاء وقت الصلاة وأراد الصلاة شك بأن أحدث بعد ما توضأ أم لم يحدث، فهنا شنو يبني على أنه على طهارة. وهذا اللي يسموه إذا سمعته بأنه الاستصحاب، هذا بأنه عنده يقين يتيقن ويعلم بأنه توضأ ويشك في الحدث فيستصحب الطهارة. أما لو لا دخل كرمكم الله الحمام زين وأحدث بعد ذلك شك بأنه بعد ما خرج من الحمام توضأ أم لم يتوضأ، فهو يعلم ويتيقن بحصول الحدث لا يعلم بالوضوء، لم يعلم بالطهارة، فهنا شنو يستصحب بقاء الحدث ولم يرتفع ذلك الحدث فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي. أما لو علم وتيقن الحدث وتيقن الطهارة، يعني مثلا في ذهنه بأنه توضأ وفي ذهنه أنه شنو أحدث، ولكن أيهما أسبق من الآخر لا يعلم، يعني بأنه أول شيء أحدث وبعدين توضأ أو أنه توضأ وبعد ذلك أحدث، هنا شنو يجب عليه أن يتوضأ لأنه شنو ليس عنده يقين بالحالة السابقة. هذه أربع
صغار في الشك في حامل الوضوء. نواقض الوضوء الكل يعرفها، بس على قولتهم انا مسترتها سهل. البول والغائط من نواقض الوضوء. اذا مثلا شخص كان على طهاره من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر، كلاهما تسمى شنو؟ طهاره. فاذا صدر من المكلف احد هذين الشيئين، اما البول او الغائط، فانه شنو؟ يسمى محدثا عليه الصلاه. وكذلك لو خرجت منه ماده مشتبهه بالبول وغير البول. الآن مثلا شخص، هاي فائدة الاستبراء للرجل، عندنا بأنه يستحب الاستبراء للرجل، مو واجب ولكن يستحب، وفائدة العمل بهذا الاستحباب بأنه لو خرجت منه مادة مشتبهة بالبول ولم يستبرأ يحكم بأن هذه المادة وإيش؟ بول. يحكم على أن هذه المادة بول. أما لو لا، بأنه احتلم رجل مثلا خرجت منه المادة المنوية ودخل الحمام وبال أو لم يبال، فإذا بال وخرجت منه مادة مشتبهة زين ولم يأتي من الخرقات يحكم بأن هذه بول. أما لو لا، لأنه خرجت منه المادة ولم يتبول قبل الغسل وخرجت منه مادة مشتبهة فيحكم على أنها شنو؟ مني. أما إذا لا، لأنه بال قبل الاغتسال ولم يأتي صفر ضوء، أتى بالتبول والخرقات وخرجت منه مادة، فيحكم بأن على أن هذه المادة شنو؟ طاهرة وليس عليكم السلام، ليست بول وليست. واضح الصور؟ كذلك خروج الريح من الدبر، يعني بأنه ليش قال بأنه من الدبر؟ لو خرج ريح مثلا من القبر بالنسبة للمرأة مثلا، فهذا شنو؟ ليس ناقضا للوضوء، لابد أن يكون خروج الريح من الدبر. مثلا بعض الأحيان تصير غازات في المعدة، الواحد يسمع مثلا أصواتها، فهذه ليست ناقضة للوضوء. النوم، النوم شنو؟ النوم الغالب على السمع والبصر. بعض الأحيان واحد مثلا تعب على قولتني يجبي تغطى عينه، بس شنو؟ سمعه موجود، فهذا شنو؟ لم ينتقض وضوءه. أما لو لا، بأنه لم يسمع ولم يرى، فهذا شنو؟ يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. كل ما يزين العقل مثل الخمر والإغماء والمخدرات، هذه التي تذهب بالعقل، فإنها شنو؟ من موجبات الحدث الأصغر. الجنابة، الجنابة حدث أكبر. لو كان شخص مثلا على طهارة من الحدث الأصغر يسمى بأنه محدثا في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الاستحاضة القليلة والكثيرة، لماذا قيد القليلة؟ وعندنا الاستحاضة ثلاثة أقسام، استحاضة قليلة واستحاضة متوسطة واستحاضة كثيرة. فإذا طرق رأت المرأة الدم وحكمت عليه أنه دم استحاضة، فإذا كان قليل أو كثير فهذا شنو؟ ناقض للوضوء. زين، المتوسطة شلون؟ المتوسطة هم متوسطة كذلك، بأنه بجيب الغسل في المتوسطة لو اغتسلت المرأة
عن الاستحاضة المتوسطة لا بد أن تضم إليه الوضوء لو لا لأنه تجتزئ بالوضوء. فقط في الاستحاضة المتوسطة يكون لا يجتزئ بالوضوء دون الغسل ولا بالغسل دون الوضوء، فكلاهما متمم للآخر. يعني لا يرتفع الحدث عند المرأة ذات الاستحاضة المتوسطة إلا بضم الغسل مع الوضوء. بخلاف شنو غسل الجنابة؟ لا، لأنه لا يجوز ضم الوضوء إلى غسل الجنابة، لأنه يحرم. ولو شخص توضأ مع غسل الجنابة وهو عالم بالحكم يكون شرع فأتى بمحرم. يقول الاحتياط، ما في احتياط، بعضهم هوس وليس احتياط، لأن الشارع نهى عن ضم الوضوء. بخلاف الأغسال الأخرى فإنه يستحق ضم الوضوء إليها. موارد وجوب الوضوء، لماذا يجب الوضوء؟ عندما الصلاة اليومية يجب الوضوء، للطواف أعمال العمرة وأعمال الحج لابد أن يكون شنو؟ على طهارة من الحدث الأصغر، فلو لم يتوضأ للصلاة حتى تقول بأنه عمرة مستحبة مو واجبة، نقول شرط في صحة شنو؟ في صحة العمرة. وإذا أحرم المكلف صارت العمرة شنو؟ واجبة، الأعمال واجبة. قبل أن يحرم صحيح مستحب مو واجب عليه. إذا أحرم يجب عليه أن يأتي بالأعمال المترتبة على الإحرام، مثل الطهارة، مثل الطواف، مثل الركعتين، كل هذه شنو؟ قبل أن يحرم مستحبة. الآن صارت واجبة. مثل الآن صلاة النافلة، صلاة باطل، صلاة جعفر، باطل صلاة المغرب، زين؟ أقدر أصلي بدون وضوء؟ ليش؟ استحقها؟ يقول لا، شرط في صحة النافلة، الوضوء شرط في صحة النافلة، فلو صلى ولم يتوضأ قبل الصلاة فيحكم شنو؟ كأنه لم يلزم شيء. بعض الناس عندهم بأنه لا بد أن يدخل الوقت حتى ينوي شنو الوضوء للصلاة، هل هذا صحيح؟ هل هو شرط في صحة الوضوء أو لا؟ يعني بأنه لو شخص توضأ بنية صلاة المغرب قبل دخول وقت صلاة المغرب هل يحكم بصحة صلاته؟ من وين جاي هذه؟ يقول بأن وقت صلاة المغرب لم يحصل، وهذا الشخص نوى الوضوء لصلاة المغرب قبل دخول وقتها، يعني لا عليكم السلام لم يكن واجبا، المفروض شنو يأتي به بعنوان الاستحباب. يقول لا، بأنه لو توضأ للصلاة التي لم يدخل وقتها شنو يحكم بصحة وضوءها ويصلي. هنا في مسألة لم تذكر هنا، بأنه لو شخص جلس والوقت ضيق زين وتوضأ، وظيفة التيمم توضأ جب يصلي إن الوقت وإيش قد خرج، في هذا الموضوع يقولوا فيه إشكال. ليش؟ لأنه خالف وظيفته ولا يتحقق منه قصد القربى، فيعيد الوضوء ويصلي قضاء. واضحة المسألة؟ وعليكم السلام. زين، لو شخص لم يتوضأ الآن مو وقت صلاة ولكن شنو؟ أريد أقرأ القرآن،
هل يجب علي أن أتوضأ قبل قراءة القرآن؟ لا، لأنهم يستحب أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر. ولكن لو قرأ القرآن وهو على حدث أصغر، فهنا يجب عليه أن يتجنب مس آيات القرآن حتى الحركات والكسرات، يعني الكسرات والفتحات والشدة في يده أو في شعره، مثلا شعر رأسه، شخص مثلا شعر رأسه طويل ورافع القرآن، فهذا شنو يجب عليه؟ أن يجنب مثلا مس الشعر إلى القرآن، مثلا شفتيه مثلا، جميع أجزاءه شنو؟ لابد أن يجنبها مس كتابة القرآن. زين، لو أخذ مثلا عصا أو قلم أو مثلا ريشة، مثل الأول استعملوا ريش النعال تبغى، فهذا لو مس بهذه الأشياء هل يحرم عليه؟ لا ما يحرم، ولكن بأظفره لا ما يجوز، لأنه على حد، لا بد أن يكون على طهارة حتى يتمكن من مس كتابة القرآن. عندنا هناك أحكام وآداب للتخلي، فلا بد للإنسان في حال التخلي أن يتستر عن شنو؟ عن الأجنبي، عن الإنسان المحترم، مع الزوج والزوجة بأنه شنو؟ جاهز. ولا بد أن يكون شنو؟ ليس مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا لها، ما عدا السيد محمد سعيد حفظه الله بأنه على كراهة وليس هناك حرمة. فلو شخص مثلا توجه إلى القبلة أو استدبر القبلة في حال التخلي، هنا شنو؟ عند السيد الخوم عند جميع المراجع يحرم هذا الفعل، ولكن السيد محمد سعيد يقول بالكراهة، سواء هذه فتوى عند المراجع. ولكن شنو؟ لولا بأنه هو ليس مستقبلا ولا مستدبرا للقبلة في حال التخلي، ولكن شنو؟ وجه البول إلى جهة القبلة أو لا شنو؟ مستدبرا للقبلة، فهذا شنو؟ احتياط وجوبي، حرمة يحرم على الأحمق وجوبا. رفع الخبث بعد التخلي يجب عليه شنو؟ أن يرفع الخبث. يرفع الخبث لشنو؟ إذا أراد الصلاة. لو شخص مثلا ما يريد يصلي الآن، متبول، يجب عليه أن يتطهر، مو واجب، واجب لغيره، هاي الطهارة من الحدث من البول والغائط شنو؟ واجب غيري، واجب شنو؟ إلى الصلاة، إلى أراد الصلاة أن يطهر الموضع بالماء القليل مرتين لإزالة شنو؟ بعد إزالة عن النجاسة، الماء القليل مرتين للبول بعد إزالة عن النجاسة، وثلاث ومرة واحدة بالماء الكثير لشنو؟ إزالة أو لتطهير الأحذية. أما الغائط بأنه يطهر شنو؟ بزوال عين النجاسة، بصب الماء على الموضة حتى تزول عين النجاسة. وهنا شنو؟ لو شخص أراد شنو؟ أن يزيل عين النجاسة، يزيل الغائط بغير الماء، يصح؟ نعم يصح بالحجر، يصح بالورق. زين؟ بشرط شنو؟ بشرط أن لا تكون نجاسة غير الغائط، مثلا شخص مثلا كرمكم الله يخرج من عن الغائط دم، فهذا شنو؟ لابد أن يطهر الموضع بالماء، لا يجوز أو لا يطهر بغير الماء. لو مثلا
خرج الغائط عن الموضع المتعارض، صار مثلا فخذين، فهذا شنو الآية؟ لا يطهر إلا بالماء. أما إذا لا، لأنه لم يزيد خروج الغائط عن الموضع المتعارض، فهذا مخير بين الماء وبين غير الماء مثل الورق والحجر. زين، هم يذكروا بأنه ثلاث أحجار لمسح الموضع حتى يطهر. لو لم تزول النجاسة بثلاثة أحجار، لا، يعني يمسح بالرابع والخامس حتى تزول عن النجاسة. لربما شخص مثلا يصير في ذهنه يقول بأنه بالحجار أو بالورق أو بالقماش تبقى ريحة، صح ولا لا؟ يقول إن ما نضر وجود الرائحة، ولكن الغرض شنو؟ إزالة نفس النجاسة، عين النجاسة. حتى لو صار اصفرار شلون؟ حتى لو في اصفرار ما يضر؟ لون، إذا لون ما يضر، إذا زال عين النجاسة ما يضر، لون ما يضر. الغص وموجبات، موجبات الغص عندنا الجنابة والحيض والاستحاضة، على القسمين الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكبيرة أو الكثيرة. عندنا الموت، مثل الميت، النفاس، كل هذه شنو؟ موجبات للغوص. نأتي إلى الأول وهو الجنابة. بماذا تتحقق الجنابة؟ تتحقق الجنابة بأمرين. الأول وهو الاحتلام، وقلنا في الليل الماضي بأنه يتحقق شنو؟ البلوغ بالاحتلام. فإذا احتلم الرجل فهنا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. وعندنا شنو؟ الأمر الآخر وهو الجماع. الجماع لربما يجتمع مع خروج المني، ولربما شنو؟ فقط التقاء الختانين بين الرجل والمرأة. فإذا تحقق هذين الشيئين وجب عليه شنو؟ أن يأتي بغسل الجنابة. لربما واحد يقول بأنه صار مواقع بينه وبين زوجته ولم ينزل، فهذا شنو يجب عليه غسل الجنابة؟ يقول نعم، يجب عليه بمجرد الإدخال. زين، أشرنا إلى الاستبراء. لو خرج من الرجل مني فهناك استبراء. بماذا يستبرأ؟ بالخرطات مثل البول، قلنا بأنه استبراء المني بالتبول. المرأة لها استبراء أم ليس لها استبراء؟ كذلك المرأة تستبرأ بالتبول؟ نقول لا، ليس للمرأة استبراء، ولكن هناك بعض الفقهاء يقول تتنحنح ثلاث مرات، ولكن شنو؟ المراجع الموجودين لا يفتوا بهذا، بعض المراجع يقول بأنه تتنحنح، أو الأفضل أنها تتنحنح. أما لو ما تنحنحت وخرجت منها مادة مشتبهة زين بين البول وبين غيره، فهناك شنو؟ يقول بأنه لا يحكم عليه أنه بول على أنه مني لأنها لم تتبول. لا، تجي هنا شنو؟ تارة يكون هذا من ماء الرجل أو من مائها، يعني يصير هذا. فإذا كان من ماء الرجل لا يجب عليها أن تعيد الغوص، وإذا كان من مائها يجب عليها أن تعيد الغوص.
شيء آخر يعني غير الرجل، غير حالة الاشتباه بين البول والمني عند الرجل. زي ما هي الموارد التي يجب لها الغسل؟ نفس الموارد التي ذكرناها شنو للوقوف، مثل الصلاة، الحج، العمرة، مس آيات القرآن، دخول الحرم. في زيادة يعني مثلا الصوم، لو شخص مثلا كان على جنابة في شهر رمضان قبل طلوع الفجر كان على جنابة، فلكي يصح منه الصوم اليوم الثاني لابد أن يغتسل قبل طلوع الفجر. هذه زائدة عن شنو موارد الوضوء. هناك الوضوء ما يشترط أن يكون الصائم على طهارة قبل خروج الوقت، لا، في الجنوب لابد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر. فلو لم يغتسل متعمدا فهذا شنو؟ تعمد البقاء على جنابه، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة. الأمور التي تحرم على الجنب ذكرها في الوضوء، مس كتابة القرآن، مس باب الجلالة، بأنه لو شخص كتب ألف ونوى به شنو؟ ألف بيكتب الله، أو كتب ألف وجعل ثلاث نقاط، زين هذا الألف حرف من اسم الجلالة، فلا يجوز مس إلا بوش؟ إلا بطهارة. هذه الألف تكتب تراب وخلي نقاط، آمين. أما لما تكتب ألف وقاصد بأنه إشارة لاسم الجلالة فهذا الألف لا يجوز مسه إلا على طهارة من الحدث الأصغر فلا يجوز. أما مس أسماء الأئمة المعصومين يشترط فيه الطهارة من الحدث لو لا؟ لا، ولكن شنو؟ لو كان، ولكن شنو؟ يجب المحافظة على هذه الأسماء الشريفة، مثل اسم الإمام الحسين أو اسم أمير المؤمنين أو اسم الإمام الحسن، إذا كان شنو؟ أريد بها المعصوم. أما لو كتب حسن أو حسين ولم أقصد بها شنو؟ الإمام المعصوم، أقصد بها شخص عادي هذا، فهنا شنو؟ لا يجوز رميها في سلة المهملة، لابد أن شنو؟ أحافظ عليها لأن يستلزم منها هتك للإمام، عنوان ثانوي لحد نفس السنة، ولكن بعنوان ثانوي. أما اسم الجلالة استلزم الهتك، أما لم يستلزم الهتك فلا يجوز رميهم في شنو سبب المغلاة، ويجب أن يحافظ عليه. زين وعلي بن وين أودي أنا؟ أجيب هاي الآن التي ترم الوراق، نقول لا، بأن هذه أجزاء لم تذهب صورة الحروف، الحروف موجودة لما تجمع الورق تكون موجودة، ولكن شنو؟ دفنها في مكان طاهر أو جعلها في البحر او النار حيث انه شنو تتخلص منها، تتخلص من الاشكال. هل يصح للجنب ان يدخل المساجد؟ هل يجوز له ان يدخل الحسينيات؟ هل يجوز له ان يدخل المشاهد المشرفه؟ يحرم على الجنب دخول المشاهد والمساجد، ولكن لا يحرم عليه دخول الحسينيات. ينبغي له عدم دخولها لمكانه، لمكانتها وقدسيتها، ولكن لا يحرم. بل الأروقة الموجودة في هاي الورق الموجودة في
حرم الإمام رضا وحرم أمير المؤمنين أو الإمام الحسين وجميع الأئمة، إذا لم تكن هذه الأروقة الغرف قبل الضريح، قبل مكان الضريح، إذا لم تكن مسجدا عند السيد السيستاني يجوز الدخول إليها. أما إذا كانت مسجد يحرم لأنه مسجد وهو لأنه رواق، الرواق يجوز يقول السيد السيستاني. الذي يحرم المكان الذي شنه فيه الضريح بس عند السيد السيستاني. أما سيد الخول وغيره من المراجع يقول لا، حتى الأروقة لا يجوز دخول الجنوب إليها. الصحن، هل يجوز الرجل الجنوب أن يدخل صحن الإمام؟ الساعة هذه موجودة. أو هل يجوز المرأة دخول الصحن؟ نعم يجوز. بل هناك مثل حرم الإمام الرضا توجد أماكن كانت شنو صحن فسقف يعلم مثل الرواق، هذه يجوز المرأة الحائض أن تدخلها. يحرم قراءة آيات العزائم. آيات العزائم شنو؟ سور العزائم لو آيات العزائم. عندنا سورة النجم، الآية آية السجدة من سورة النجم يحرم قراءتها، وكذلك فصلت، والسجدة والعلاقة، هذه أربع سور فيها آيات سجدة واجب السجود لها. تقول بأنه بعض الشباب، بعض الناس مو بس الشباب، يقولوا انا في القرآن، انا في الطريق امشي من رايح العمل مثلا في الباص اقرا قران وتمر علي آية السجدة، فانا هذه شنو اقراها واجل السجود لما اوصل مثلا الدائرة واسجد لله، لان لما تقرا آية السجدة الواجبة يجب السجود فورا. تقول بأنه في اوقف سيارة الآن ولا تقرأها، خليها بعد ما توصل اقطع عند الوصول إليها وبعد ذلك كمل محل في المحل التي تتمكن من السجود. لو استمعت إلى شريط قارئ يقرأ القرآن أو شخص في مجلس يقرأ القرآن ومر على آية السجدة وقرأ آية السجدة وكنت ملتفت بأنه شنو قرارها، تارة أسمع وتارة أستمع، فرق. إذا أسمع ما أدري آية السجدة أو أنا مو موجود أصلا ما يجب علي السجود. أما إذا لا كنت أستمع، أستمع ولكن ما أدري آية السجدة، دريت لما سجد هذا القارئ يجب علي السجود. لو شخص ما سجل يقضي، إذا كان عالم لا، لأنه سجود فوري ولكن يكون مفهوم. زين، هناك أذكار معينة للسجود، لأن سجدة آية السجدة هناك ذكر معين له؟ لا، لأنه الواجب السجود، هذا ذكر. لو أتى بذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده ما يضر، ولكن شنو السجود وأن يكون على ما يصح السجود عليه، على تربة، على رخام، على حجر، على خوص، خوص، أي شيء يعني يصح السجود عليه. زين، كيفية الغسل؟ عندنا للغسل كيفيتان، غسل ترتيبي وهو أكثر الناس تقتص به ترتيبي، وغسل ارتماسي. الغسل الترتيبي
لا بد أن يكون بعد الفحص من وجود من عدم وجود أي مانع يمنع الوصول للماء من كريمات وغير الكريمات وأصباغ، أغسل الرأس مع الرقبة، هذا جزء غسل الرأس مع الرقبة، وأخلي بالأماكن التي شنو يصعب وصول الماء إليها عند العينين مثلا وعند الأذنين وعند الأنف زين، وكذلك شنو أسفل أعلى الرقبة يجب شنو أن أحرز من وصول الماء، وأخذ شيء من الصدر لكي أحرز شنو أني غسلت الرأس مع الرقبة، أغسل شيء من الصدر وشيء من الظهر بحيث أني أحرز شنو غسلت الرأس والرقبة كاملة. إذا انتهيت من هذا الغسل أتي إلى الطرف الأيمن، الطرف التفصيل هذا عند الشيخ الوحيد حفظه الله الرصيد السيستاني حفظه الله لأنه احتياط وجوبي الترتيب بين الطرفين، فأغسل الطرف الأيمن مسيد رفوعي لا غسل الرأس في الشيخ التبريزي كذلك رصيد الحين غسل الرأس ورقبت وغسل تمام البدن ما نحتاج تفصيل ولكن احتياط استقبالي. احنا نتكلم على انه على هذا الترتيب نغسل بعد الراس والرقبه نغسل الطرف الايمن فمن الاعلى الى الاسفل او من الاسفل الى الاعلى يفرق مو مثل الوضوء، الوضوء لابد ان يكون الغسل من الاعلى الى الاسفل، لو غسل منكوسا يكون الوضوء باطل، اما في الغسل لو غسل منكوسا من الاسفل الى الاعلى ما يضر. ولكن شنو بعد غسل الراس والرقبه، اما لو غسل من الرجلين الى الراس فهذا يكون شنو الوضوء الغسل باطل، فلا بد ان يغسل الراس والرقبه بعد ذلك ياتي الى الطرف الايمن ويغسل الطرف الايمن وياخذ شيء من الطرف الايسر لكي شنو يحرز لانه غسل تمام الطرف الايمن، وكذلك في غسل الطرف الايسر يغسل الطرف الايسر كاملا من الاعلى الى الاسفل او من الاسفل الى الاعلى ويغسل شيء من الطرف الايمن لكي يحرز شنو انه غسل تمام الطرف الايسر، ويغسل العوره مع الطرف الايمن ومع الطرف الايسر. هذا هو الغسل الترتيبي. زين هل يمكن ان اغتسل غسل ترتيبي بحوض البانيو؟ لو لا ما يمكن. انا ما اريد اغسل بالرشاش. هم يفصل هذه شرط مهم. يعني اذا غسل الراس والرقبه يفصل عنه الماء، اما يبتعد عن الماء بجسده او يسد الماء ويفتحه. علشان شنو يتحقق فصل بينه الراس والرقبه بين تمام البدن فيفصل بين الاقسام هذه الثلاثه بسد الماء او تحويله الى الاسفل وبعد ذلك يرجع او انه يتباعد. لا شخص ما يريد يغتسل بالدوش يريد يغتسل بالبانيو بس البانيو ما يمكن ارتماسي يريد ترتيبي. شلون ترتيبي؟ ترتيبي سهل، جمع الماء في بانيو يجي يغسل يرمس شنو يرمس الراس مع الرقبه الى حد الرقبه الى حد الصدر في البانيو، بعد ذلك شنو يرفع راسه من الماء بعد ان يحرز هو في الماء في الحوض يوصل يعني الى جميع الاجزاء، ولكن الاحتياط لكي لا يوسوس يخلي شنو الاماكن اللي ممكن او يحتمل انه ما يوصل اليه الماء ويرفع راسه من الحوض، بعد ذلك شنو يغسل او يضع الطرف الايمن او يضع جسده كاملا بنيه الطرف الايمن في الماء ويقوم ويرجع مره ثانيه وينوي الطرف شنو الايسر. هذه الكيفيه حتى يغسل ترتيبي او الترتيب.
الارتماسي ما في مسألة، لأنه شنو في وقت واحد يتحقق منه، في لحظة واحدة يتحقق منه. قبل ما يجي للحدث لو شخص لا، لأنه هو في الماء وأراد أن يغتسل غسل الجنابة، أول مرة كذلك أرادت أن تغتسل غسل رفع حدث الحيض أو النفاس وهي في الماء، ترفع تخرج يدها من الماء مثلا، بس اليد مو لازم هي تكون كبرها، لا ترفع يدها أو الرجل يرفع يده أو يخرج راسه وينوي الغصن ويرمس نفسه تحت الماء مرة واحدة نية الغصن، فهذا تحقق منه غصن الارتباس. المسألة بأنه لو أحدث المكلف في أثناء الغصن بعد الشروع في الغصن، سواء شرع في غسل الرأس أو قريب انتهي من تمام الغسل، أحدث خرج منه ريح، أحدث من أصغر تبول، فهذا شنو؟ وش وظيفته؟ يكمل أو يعيد أو يأتي بغسل أعام؟ يقول الفقهاء، يقول الشيخ الوحيد السيد الإسلامي حفظه الله تعالى، أنه شنو؟ له أن يتم، السيد الإسلامي حفظه الله تعالى، له أن يتم الوضوء الغسل، كمل يمشي بعد ما ينتهي وايش؟ يتوضأ، واجب الوضوء. أما الأولى بأنه ما أراد أن يتم أعاد الغسل، فهو شنو؟ يستحب له ضم الوضوء إليه وليس واجب. الشيخ الوحيد يقول بأنه شنو؟ له أن يتم غسله ويعيد، أو أنه يعيد ويأتي يعني شنو الأعم من التمام والإتمام، يعيد وأحدث في الطرف الأيسر مثلا بعد وصوله إلى الطرف الأيسر أحدث. الآن تحير وش يسوي؟ يقول الشيخ بأنه له أن يكمل ويضم الوضوء إليه، وله أن يعيد، وله أن يعيد أن يأتي به بنية التمام والإتمام. نية التمام شنو هو الإتمام؟ نية التمام يعني يعيد، إذا كان مطالب أن يعيد الغسل من أول فقد أعاد. أما السيد الخوي يقول له بأنه يعيد ويستحب له أن يتوضأ. زين، قلنا بأن الغسل لا يشترط فيه موالاة، فهل استفرنا لا يجب فيه الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، فهل يشترط فيه موالاة أم لا؟ لو شخص مثلا الساعة 6 غسل الرأس والرقبة انقطع الموالاة، ما رجع إلا بعد ساعتين ثلاث، هل يكمل لو يعيد؟ شرط انه لم يحدث، يقول بانه يكمل ويكون شنو غسله صحيح، لانه شنو لا يشترط في الغسل الموالاه بخلاف الوضوء. لو جف العضو السابق قبل غسل اللاحق فيحكم ببطلان وهو. أما في الغسل لا، له أن يغسل اختيارا أو اضطرارا. شخصنا غسل رأسه ورقبته، تذكر عنده موعد، طلع وخلص شغله ورجع كمل غسله، زين غسل الطرف الأيمن
بعدين صارت عند الشغلة ترك الطرف الأيسر وقال أشرنا إليه بأنه شنو لا يرتفع حدث المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة إلا بضم الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل. ما يفرق الاستحاضة القليلة؟ الاستحاضة القليلة لا تتوضأ لكل صلاة، لا يجب عليه شنو غسل، تتوضأ لكل صلاة، مو للصلاتين صلاة الظهر والعصر وضوء واحد، لا لكل صلاة، يعني صلاة الظهر غسل وضوء، صلاة العصر وضوء، صلاة المغرب وضوء، صلاة العشاء وضوء، صلاة الصبح وضوء. زين هاي وش تسوي المرأة؟ دخلنا بس الشيء هاي لأنه مسلمون. بين الصلاتين هل تختبر المرأة؟ تفحص نفسها، خرج الدم، عليه عدة أغسال، شخص مثلا عليه غسل يوم الجمعة وغسل يوم العيد وغسل الجنابة. فهذه تغسل ثلاثة أغسال. لو غسل واحد عن الجميع بنية الجميع، يقول الفقهاء بأنه يغتسل غسل واحد بنية الجميع، أو أنه شنو ينوي واحد هو يريد يغتسل هذا عن الثلاثة، ينوي الجنابة ينوي الجمعة يغتسل عن الجميع، ولكن شنو سيستنقوا وأن أحرص قوات لا يجتزأ عن الجميع، فينوي الجميع أفضل شيء. لو شخص شك بأنه أتى بالغسل أم لا، هل يبني على العدم أو يبني على شنو الاتيان؟ يقول بأنه يبني على عدم الاتيان به ويغتسل إذا حصل له الشك، سواء صلى أم لم يصلي، إذا شك في الاتيان بالغسل يجب عليه أن يأتي به مرة ثانية. يذكر الآن الأغسال المستحبة والكل يعرفها، عندنا غسل الجمعة هذا معروف، والالتزام به يمنع من ضغطة القبر. شيخ غسل يوم الجمعة لو شك في خروج الحدث في أثناء الغسل هذا يمضي ما عليه، شك في أثناء الحدث ما يعتني أصلا، لابد أن يعلم بصدور الحدث. غسل يوم العيد، غسل ثلاث الليالي، ليلة 17 وليلة 19 خمس ليالي في شهر رمضان، و 21 و 23 و 24 كذلك الليلة الأولى من نفس الشهر شهر رمضان، هذه يستحب وثابت استحبابها. لربما بعض الناس يشوف بأنه في مفاتح الجنان يستحب الغسل، أي يستحب الغسل، لابد أن يكون شنو عند مرجعي أنا، إذا ما أدري بأنه عند مرجعي يستحب أأتي به بعنوان الرجاء وليس بعنوان الاستحباب. أما لو أتيت به بعنوان الاستحباب لربما أكون مأثوم، لأنه شنو نسيت أتيت به بعنوان شنو مستحب وهو ليس مستحب. غسل الإحرام، غسل دخول الحرم، غسل زيارة إمام الحسين من قرب، زي ما يكون غسل من الفراق، هذه مسألة شنو خلافية، غسل زيارة الإمام الحسين من قرب وليس من بعد مسألة خلافية، السيد الخوي كان ينزع عن الوضوء ولكن بعد ذلك عدل عنها لأنه لا ينزع عن الوضوء. هكذا الشيخ التبريزي والسيد السيستاني لم يذكرها بأنهم مرتبة استحبابها.
واصل زيادة على المسلم. أحكام الجبار نواصل لو اكتفى هذه وقت المسائل براحتكم. بريك حسينا ما الأثار بين ساعة جدا ساعكم زين ساعة زين كفي يعني جباهر هم زين إذا هو الراس الليل الجاي الليل القادم خليني أتفضل